ده اللي بصطدم بيه واللي انا شايفه ده كله الكتروماجنتيك ريليشن شيبس، لان الذرات طبعا صغيره جدا 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 جدا. فانما اساس الذره هو اساسا كله فراغ. قضيه الفراغات دي مهمه ليه؟ لانه ايه اللي بيربطها ببعضها وايه اللي بيخليها مع بعضها؟ طبعا طرحت القضيه المشهوره، طب هل الذره قابله للتقسيم ولا لا؟ وايضا 1905 البرت اينشتاين كتب المعادله الشهيره بتاعته اي ايكوالز ام سي سكوير، اللي هي يمكن اجمل معادله في التاريخ. البساطه بتاعتها مذهله، ولكن الجرأه بتاعتها غير معقوله. البساطه بتقول ان الماده الصلده اللي قدامي دهيا والكهرباء والبرق حاجه واحده، وان انا اقدر احول من الماده الى الطاقه الانرجي تو ماتر بما يعادل مربع سرعه الضوء ان فاكيوم، اللي هو 300,000 كيلومتر في الثانيه، او 300 مليون متر في الثانيه. 300 مليون في 300 مليون. فالناس طبعا قالت الله، يبقى انا بجرام او 2 جرام ماده في هذا الكم من الطاقه. The answer is yes. القنبله الذريه. القنبله الذريه بتبين ان لما نكسر الذره ونطلع الطاقه اللي جواها بيطلع هذا الكم من الطاقه اللي موجود جواها. ده كان 16 يوليو 45 في المان وجوردو في امريكا، اول تجربه لتفجير القنبله الذريه. وطبعا بعد كده شفنا قنابل ذريه كثيره في حتت ثانيه. طب عشان ندرس المكونات السب اتوميك بنستعمل حاجه زي اسمه سيكلوترون، ودي صوره طريفه جدا من السيكلوترون. ده اول سيكلوترون اتعمل علمي، عشان كنا لسه بنتكلم في احنا فين في الـ دي ان ايه كمبيوتر بتاعنا في اول المشوار. ده كان اول مشوار بتاع السيكلوترون بالظبط 10 سنتي 4 انشز بالتو ماجنتس سنه 1931. وده بعد كده السيكلوترون بتاع فيرمي لاب بقى 4 مايل ان دايمتر، من 10 سنتي الى 6 كيلو او يزيد في الدايمتر بتبني. والان اللي بتبني في سويسرا اللي هو اللارج هادرون كولايدر اكبر كمان. مئات الكمبيوترات بتتابع اللي بيحدث جوه السيكلوترونز، اللي بيحصل فيها ان احنا بناخد سب اتوميك بارتكلز بروتونز نخليها تلف مع بعضها وتخبط في بعضها. لحظه ما تخبط في بعضها بتنفجر الى جزيئات كثيره جدا، بس الجزيئات دي بتعيش واحد على مليار من الثانيه. فبناخد لها صور زي دي، دي بابل شيمبر بيكتشرز موجوده تطلع من. طب نحلل بقى كل واحده من دول، اللي مشيت كده دي تبقى ايه، واللي لفت كده دي تبقى ايه، واللي عملت اللولب ده تبقى ايه، واللي راحت كده تبقى ايه، وهكذا. ده الاشكال اللي بتطلع من السيستم ده. طب اذا كان الاتوم عندنا من ناحيه الكترون بيلف من هنا من بره حوالين الاستاد، ونواه قد الاسبرينه في النص، والنواه دي فيها نيوترون وبروتون، ايه اللي بيمسكهم في بعض؟ فوجدوا ان النيوترون والبروتون مش بس انهم في حاجه بتمسكهم مع بعض بنسميها السترونج فورس، انما لهم مكونات ايضا داخليه سميناها الكواركس. وفي دلوقتي وهرجع للحكايه دي، الكواركس دي عباره عن ايه؟ بيقول لك عباره عن سترينجز صغيره، السترينجز دي بتتذبذب، سترينجز من دي سترينج ثيوري، بتتذبذب من الانرجي ليفلز وبتطلع انواع مختلفه من الكواركس. الدي بتاع دي يعني البروتون اللي هو جزء من الجزيء، من جزء من الجزيء اللي جوه النواه بتاعت الذره، اللي هي نفسها استرينه في وسط الاستاد، والاستاد ده كله عباره عن واحد على 10,000 مليار من الملي. دي 100 بليون بليون تايمز سمولر ذان ذا بروتون. نتكلم على حاجات ارقام يعني خرافيه. نوصل للحاجات دي بقى الفيزيكس التقليديه بتاعتنا كلها بتقف، في كوانتم فيزيكس هي اللي بتشتغل. طب ايه اللي بيخلي الحاجات تمسك في بعضها؟ ايه اللي بيخليها ماده صلبه؟ ايه اللي بيخليها ما تنفجرش؟ يعني ليه المكتب ده ما بينفجرش زي القنبله الذريه؟ ايه اللي مخلي الحاجات تمسك مع بعضها؟ ده اللي سموه ذا فورسز اوف نيتشر. وفي اربع قوى عرفناها، قوه الجاذبيه
طبعا التفاحه اللي وقعت على راس نيوتن زي ما بيقولوا. الالكتروماجنتيك فورس اللي هي الكهرباء والماجنتيزم، كلنا عارفين المغناطيس كلنا عارفين الكهرباء، وفي حاجه اسمها الويك نوكليار فورس اللي هي لما بنقول الحاجات مشعه، الاشعاع ده اللي بيطلع منها ده بيطلع نتيجه للويك نوكليار فورس. الحاجه اللي بتحبس بتخلي البروتونات اللي هي لها بوزيتيف تشارج مع بعضها ما بتنفرش من بعضها، بتمسكها ببعضها كده في النواه، دي بيسموها سترونج نوكليار فورس. اربعه فورسز دي الناس قاعده اشتغلت عليها عايز تفهمها مش قادر تفهمها. لو وجدنا ان السترونج فورس التاثير بتاعها قوي جدا بس محدود جدا، بتشتغل على سنتوميتر عشان نستعمل التعريف بتاع تولزويل، واحد ماينس 15 تو ذا ماينس 15. الويك نيوكليير از اونلي واحد على 100 مليون من السترونج فورس، يعني دي اضعف من دي 100 مليون مره، وبتشتغل في رينج مش بقى هنا 10 ماينس 15، هنا 10 ماينس 17. الكتروماجنتيك واحد على 1000 من السترونج فورس، وات وركس ات اول رينجز. والجرافيتيشن اضعف حاجه 10 تو ذا ماينس 45، احنا مش متخيل حتى عدد الاصفار اللي موجوده وراها، 45 صفر يعني من السترونج نيوكليير فورس. وبتشتغل بس على كل الابعاد بقى، الجاذبيه بتشتغل من هنا للناحيه الثانيه من الكون، من جالكسي لجالكسي ثانيه، للقمر للشمس للارض، لكل حاجه بتشتغل مستمره بس ضعيفه جدا. والدليل انها ضعيفه جدا ان انا ممكن ان انا برفع الساعه دي كده، انا لما برفع الساعه دي كده عكس جاذبيه الارض كلها، يعني شوف حاجز من الارض دي قد ايه، والارض كلها بتشد الساعه لتحت وانا برفعها بكل بساطه. عشان كده بنقول قوه الجاذبيه ما هياش بهذه القوه زي ما الناس فاهمه، لا هي قوه ضعيفه جدا بس بتشتغل على مسافات واسعه. فدي الاربعه فورسز، وبنقول انهم تكونوا في هذه العمليات وفي هذه الحرارات، بس سيبك منهم، انما انهم تجزأوا مع بعض. فاللي عايزين نوصل له ازاي نقدر نجمعهم في نظريه واحده، ازاي نعمل يونيفيكيشن ليهم. فالحقيقه جرافيتيشن از بتوين بارتكلز وذ ماس، الكتروماجنتيك بتوين بارتكلز فيها تشارج او ماجنتيزم، السترونج نيوكليير فورس هي اللي ماسكه الكواركس مع بعض اللي بتخلق البروتونز، والويك نيوكليير فورس بتشتغل ما بين بتشتغل على الالكترونات. فلقينا التجميع بتاعهم، وجدنا لهم ان لازم يبقى في كاريرز، في حاجه بتنقل القوه ده هي، فسموها جرافيتون و دبليو بارتكلز وفوتون وجلوون، مش مهم الاسماء دي كلها، انما المهم في الاخر ان الالكترونات والنيوترينوز والنيوز بيأثر عليها القوات ده هي، والكواركس اللي هي داخل البروتون بيأثر عليها القوه دي. ده ادانا هذا المفهوم ان في كواركس، في ثلاث انواع من الماده، في كواركس وليبتونز نوت، ودي سميناها الفورس كاريرز. الفورس كاريرز دي اللي موجوده لها اشكال معينه مش هندخل فيها كتير، انما الجرافيتون والفوتون دول هيرجعوا لنا كتير قوي. الفوتون ده هنشتغل بيه كتير في الكوانتم كومبيوتنج. الفوتون ده عباره عن الجزئيه ده هي اللي هو بيربط ما بين ال اب تشارجد كواركس. نرجع هنا بقى للتانيين اللي هم الكاريرز اوف ذا شورت رينج فورسز، عندهم فيري ماسيف فورس كاريرز اللي هم دول. التركيبه دي كلها جايه من حاجه سميناها الكوانتم ميكانكس. ايه قصه الكوانتم ميكانكس دي؟ جت من بدايه القرن الماضي، واحد اسمه ماكس بلانك، ضروري سمعتوا عنه. ماكس بلانك كان في مشاكل محدش عارف يحلها، قال ان يمكن ان الطاقة والمادة والحاجات دي ليها حدود ما بتمشيش منتهية، بتيجي في كبش كده سماها كوانتم، يعني ما تقدرش اقعد اصغر 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 اوصل لحاجة في الاخر، ما تصغرش عن كده، هسميها الكوانتم. كوانتم ده قد ايه؟ ده صغير خالص. بلانك انرجي ده حجمه، بلانك ماس ادي كيلوغرام، واحد على 100 مليون من يبقى 2 على 100 مليون من الكيلوغرام. والبلانك تايم من الثانيه 10 الى ماينس 44، طبعا اصفار صغيره خالص. دي مهمه في الحسابات، ودي خلت اينشتاين لما يبص في الحكايه ده سنه 1905 ايضا كتب بيبر سماها الفوتو الكتريك افكت. ليه لما باجي